هذه الحلقة برعاية دجاج الروضة. أهلا وسهلا فيكم متابعين برق الإمارات، وياكم أخوكم الشيف سعود المطروشي، شيف رئيسي تنفيذي في الإمارات لتموين الطائرات. واليوم علينا رمضان، ما عندك وقت أنك تسوي مضروبة؟ تبغي المضروبة تكون صحية؟ شوفوا وصفتنا اليوم، نشوف مع بعض المقادير. بداية بنبدأ بالسمن، سمن الذواب يا جماعة نحطه في الجدر، ممكن تستبدلونه إذا تبغونها وايد صحية تستبدلونه بالزيت زيتون. نحط الشونة عشان يعطينا بعد النكهة الغوية، وعلى طول أبدأ بالبصل. أتريع البصل شوية، أبا يتحمر بشكل خفيف علشان يعطيني نكهة اللي يسمونها الكرملة، إنه يكون شوي متكرمل. بعدها أنزل الكزبرة، أنزل اللومي، وأنزل ورق العنب. الحين نحط شوية من معجون الطماط، تبونه حمراء زيدوا معجون الطماط، أما إذا تبونه صفراء لا تحطون وايد. بعد ما حمسنا صلصة الطماط عدل، نحط الطماط المهروس. الحين نضيف بهاراتنا، بزار، كزبرة مطحونة. بعد ما حمسناهم الحين نحط عليهم الماء. بعد ما فار عندنا الماء نضيف الشوفان بشكل تدريجي ونحرك. يوم نشوفه شوية غلظ نضيف شوية من دبس الرمان عشان يعطينا كذا حموضة على حلاوة، ويعطينا بعد لون داكن للمضروبة. وحين نضيف الملح، نسكر على الجدر لمدة تقريبا 10 دقائق لين ما يستوي عندنا الشوفان ويتماسك ويتمازج، من بعدها بنضربه. وعندنا طريقتين للضرب، ممكن نحطه في الخلاط أو ممكن نستخدم الخلاط اليدوي. هاي الطرق الأسهل، أنك تضرب بيديك بعد ممكن تكون طريقة، ولكن يفضل أنه تستخدم الخلاط اليدوي. وبعد ما ضربنا المضروبة نضيف لها الخضار اللي عندنا الجاهزة، زين، عشان نعطيها يعني بعد طعم أحلى. دقيقتين على الضوء كذي تكون أكلتنا جاهزة. بالعافية عليكم الطريقة، نشوف التقديم.